مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا. وحنا في هذه الاثناء كنتواجدوا بمنطقه سيدي معروف حي ساسان. هذه المنطقه هذه البلاصه على حساب الساكنه ديال الحي قالت لك كانت عامره لهم بالكرارس، كيتغلق لهم الحي في الليل كيسمعوا هضره خايبه. مني جا يعني وحنا في جائحه كورونا من صدر قرار بمنع الاسواق والكرارس انهم تحيدوا من الاحياء، الساكنه ديال الحي دارت هذا العجلات عمراتهم بالتراب الحمري باش من بعد ان شاء الله ملي يبغيو يحطوا ما غاديش يلقاو فين يحطوا. اليوم والبارح ملي جاوا مال الكرارس بغاو يبيعوا لقاو ان هاد العجلات كيما كتشوفوا بداو كيخربوا فيهم، فوقع واحد النزاع كبير مع الباعة المتجولون ومع ساكنة الحي. ولولا تدخل السلطات لكان لا قدر الله يعني مشكل كبير بزاف، لان يعني على حساب ما كيقولوا ساكنة الحي راه يعني راه تهدوا حتى بالسلاح. السلام عليكم، شكون غايدوي معايا؟ سلام يا اختي. سلام، اتصلتي بنا قلتوا ان عندكم واحد المشكل كبير هنايا في حي ساسان منطقه سيدي معروف، عندنا صحاب الكراس الباع المتجولين كيجيبوا الكراس كيغلقوا عليكم الحي. تفضلي شنو اللي وقع اليوم؟ قلتي لي راه البارح كان السيف ولا المساء؟ البارح الجناوي ضاربين، نوريوك التصاور ديال داك مصورينه. اليوم اختي داير المهم درنا احنا بنوات باش ما يعمرش لنا الكراس. اليوم صبحوا كيحيدوا في البنوات، قال لك البنوات تحيدوا ما رجعوا الكرارس، ما يمكنش يرجعوا الكرارس. السيد دوا، هذاك السيد دوا راه هو معاهم داروا به، داروا به بغاو يقتلوه، يعني هبطنا كاملين ولات روحها غطيح في الزنقه. علاش هذا الشيء كامل؟ مطالبنا غير باش يحيدوا لنا الكرارس، ما طلبناش شي حاجه. هذا حي سكني، هذا حي سكني، يحيدوا لنا الكرارس. كانوا في هذيك الزنقه، حولوهم من ديك الزنقه وجابوهم لينا هنايا. مشينا العمالة ما داروا معنا حتى حل، كنعيطوا للقيد ما داروا معنا حتى حل، يعني ديما حنا ديما كنغوتوا ديما كنغوتوا ديما كنغوتوا، يعني ديما هذا المشكل كاين، ديما هذا المشكل كاين. قبيله فاش دخلوا البوليس حيت كانت صداع وكانت مضاربه، هي فاش دخلوا البوليس نعم فكوا المشكل ومشاو في حالهم، ولكن هذا الشيء كله غنبقاو فيه. قلتي لي كتكون الريحه وكيكون الريحه الخنز الحوت كيصاوبوا الحوت هنايا، الحوت في الوسط في الوسط خضاره هكا دايرين والحوت فوق القادوس تمايا، يعني هادشي راه ضرر. قال لك حقا كاين كاينه كورونا، صبروا معنا تتحيد كورونا. عطيناهم ديك الارض لله، قلنا لهم نمشيو نمشيو تما يديروا البراك، يديروا تما السوق، يديروا السوق ما يكونش وسط الساكنه، يمشيو تما. قال لك لا تما كورونا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش يحطوهم تما، حتى دابا كاينه كورونا وهنا ما كايناش كورونا، حتى هنا كاينه كورونا، حتى في هاد البلاصه كاينه كورونا. ما يمكنش تبقى هاد البلاصه عامره. عرفتي ليله العيد مليون واحد تيتقدم من هنا، كون جيتو ليله العيد ماشي كورونا، فايتة كورونا هي. ونهار ونهار العيد باعوا، ليله العيد باعوا وشراو، جمعوا فلوسهم في جيوبهم، خلاو لينا الزنقه مضروبه زبل. نهار العيد اقسم لك بالله العظيم الى الزنقه كامله زبل. ملي هضرنا معاهم قال لك خلصناهم، ما خلصتهمش، وقفوا عليهم ياك ساليتو، وقفوا عليهم. دابا راه هادو حيدوا اللي هنا، ماشي حيدوا، راه اليوم قال لك غيجيو غيرجعوا. الاخرين اللي ليه حطوا البارح المضاربه ثاني البارح، هذوك الكرارس راه هما باقيين شناو هما يقولوا شناو باقيين. شنو المطالب ديالكم انتم كساكنه؟ المطالب ديالنا حيدوا لنا الكرارس، حنا كنطالبوا بمحمد السادس يتدخل لينا في هذا الشيء، كنطالبوا بسيدنا يتدخل لينا في هذا الشيء، طالبنا العامل وما تدخلش، حنا دابا كنطالبوا بسيدنا يتدخل لينا في هذا الشيء. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. كيف كتابعوا مشاهدينا يعني ساكنة الحي طالبوا ان تجولوا عند الكرارس ما يبقاوش يحطوا في الحي ديالهم، الحي ديال الحي سكني، وهذا الشيء كيأثر على جمالية الحي، على الصحة ديالهم، كذلك على حسب القول ديالهم قتلوا مضاربة وقتلوا كلام فاحش، هما بغاو يبقى الحي غير سكني. السلام عليكم سيدي، قلتي تكلمتي قبيله هجموا عليك شي وحدين أو لا؟ تفضل. نعم، المهم حنا دابا على حنا من بعد من قبل العيد كانوا هما جاو هنا، يعني مشينا عند السلطات، مشينا عند السلطات يعني مشينا عند القيد، ومسير عند رئيس الجامعه، الجامعه توا دخل عليه واحد عنده ما استقبلنا شي حاجه، فهمتي؟ الاخر كيديروا معنا حتى شي حاجه. انتم كطالبوا بازاله الضرر. المهم
ربع الدار، كنطالبوا برفع الدار على الساكنين. نعم. ماشي يديهم راح عندهم السواق، عندهم السواق ديالهم، كل واحد عندهم السواق ديالهم، ماشي مشكل، كاين السواق جوج، وكاين واحد بقعه هي خاويه، ولكن السلطه باقي ما داش لها حل، واحد ديما كاين كيقول لنا غنديروا شي حاجه ما كاينه، ديما وعود كيقول لك غندخلوهم، كيخرجوا كيبداو يخرجوا بالواحد بالواحد، شي حاجه ما كاينه ديما. اليوم ناط الفوضى. اليوم ناط الفوضى راه ناط بحال الحرب، وكل شيء راه بحال الحرب هنا ناط. ياك. كار داك الشيء فهمتي، الكاريان كل شيء خرجوا بداو كيهزوا لنا هذوك النواس، بغينا نديروا زعما نزينوا الحي ديالنا، وبداو كل شيء يتحموا عليا انا ثلاثه، فهمتي، ناط الفوضى بحال الحرب، بحال تقول حنا ما عارفين. شنو كطالبوا انتم؟ كنطالبوا باش رفع الدار علينا، حيت علاش؟ عندي انا عندي اصلا عندي ولدي مريض صراحه. نعم. فهمتي ما كيخلوش ينعس. عندي ولدي مريض. الله يشافيه. وحنا عائله دابا، حيت انا وخوتي كنسمعوا الهضره الخايبه من الباعه المتجول، فهمتي الهضره الخايبه يعني الفاحشه، فهمتي؟ هذا هو اللي حنا كنطالبوا. نتمناو الخير ان شاء الله. نتمناو الخير ان شاء الله. نتمناو الخير ان شاء الله يكون. هذا الشيء هذا هو اللي كاين. كيف كتبعوا مشاهدينا، حنا مازال بحي ساسان بمنطقة سيدي معروف، الساكنة كتشكى بالباعة المتجولون اللي كيديروا كرارس وكيبيعوا هنايا، سواء من حيث المعاملة، سواء من حيث الأزبال، سواء من حيث أن ما كتبقاش جمالية للحي، كيتغلق الحي، ما كيقدروش، ما كيبقاش لهم طريق من يدوزوا، كذلك من حيث الروائح، كذلك من حيث الكلام الفاحش، على حساب القول ديالهم اللي كيقولوا أننا كنسمعوا وهذا الشيء كيأثر علينا، كنكونوا مع عائلاتنا، يعني بزاف الأمور سلبية على حساب القول ديال الساكنه ديال الحي. فعندهم الطلب هو ان الحي ديالهم يبقى حي سكني، ما فيه لا كرارس لا والو، لان بالجهه المقابله كاين سوق ممكن انهم يحطوا الكرارس ديالهم تما ويبيعوا ويشوا تما. هذا هو النداء ديال ساكنه الحي اللي وجهته للمسؤولين. مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء.